بلغت قيمة هذه الاستثمارات الأجنبية 39 مليار درهم دخلت إلى بلادنا في 10 أشهر الأولى من هذه السنة بزيادة 41% مقارنة مع السنة الماضية، وهذه قيمة مالية وازنة وكبيرة. وأكد السيد رئيس الحكومة على أن هذه الإنجازات حققت بفضل جهد عدد من الأطر والكفاءات ومسؤولي المغاربة، أغلبهم لا يعرفهم عموم الناس لأنهم يشتغلون في صمت كل من موقعه، سواء في القطاع العام أو في المؤسسات الرسمية أو في القطاع الخاص أو في المجتمع المدني، خبراء، جامعيون، مواطنات ومواطنين يمثلون بلدهم في أي مستوى. وأكد على أن من مسؤولية الجميع الحفاظ على هذا التطور حالا ومستقبلا، مبرزا أن هذا التطور يدحض بعض التلميحات والتصريحات السلبية التي تصدر من هنا وهناك، وأحيانا من بعض السياسيين الذين يصرحون بأرقام مخالفة لهذه الأرقام المعتمدة رسميا وللحقائق الواقعية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.